سيناو سيناو إحساء وسلام العباد الذين اصطفى ربنا اهدنا وارضنا واغفر لنا ذنوبنا واسراف امرنا امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا حول ولا قوه الا بالافضل الاكرم. نعود الى الايه الثانيه من سوره البقره. رسول من الله يتلو شعب مطهر، إلى القرآن شعب مطهر، والرسول الأمير عليه الصلاة والسلام فلا ولم يأكل شيئا إلا قول صاحبه. التشويش لا، مع القرآن ما لم تكن القرآن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى. ثم يرجع حكم الله، حكم الإسلام، حكم الأعوان والحكم الغربي، صوت تلعب صوت لم يصير سواج كل تحب وإنسان وكذا تقول يا راه هذه أشياء قرعات وهي أساسا لا نصحة ولا تفيد ولا تسوء في شيء، لا تحيي الحلم إلا في الوهم. فالسؤال قال أنا من البيت البسر كذان ولا سفروجي ولا كذا، ولا في غاية مطمئن من غير المسير. صحيح أنت في الوهم، نحن بيك وانت لم تتخطى انك تحت تأثير تليباتي انسا ولا مدخل تروح انت المسير في الدوامة في تفكيرك وقال لي بيش عمش تريد لي في الصعب تفكير ولا يلبدو ولا يلقاش فمش الصورة هو الصعب المطهر. عقلنا يدخل لهم المريض ممكن في الإبيمة انتقت ذلك وهو مارد كشان بيان جلد فأنا بجيب بلا شوف هذا القرآن، قرآن شرف المناعة، قرآن شرف الفقية والتنبيه والنشر كذا كذا إخرام. أنا من الجبان ما بحملوش إخرام حتى ياخذ من المكان ويتسيب عليه ويعطيه ما يرضيه. نحن ما عندنا شيء، نحن ما نخليوش يقولوا لن يرضوكم إلا حجاب حاجة تجيب ويقولون محكمة احنا وصلنا الأمانة محمد عليه الصلاة والسلام بعضهم كما أمر إمامهم عليه الصلاة والسلام بالتبليغ. لذلك لحد الآن الكرب الكرب وهو قاعدين يزيدوا يروا في العجب لأنه علاقتهم بالرحمن وعلاقتهم بالقرآن معكوسة تماما. بل إنسان يقول لك والله حظهم لعمري كذا كذا ولا كذا ولا جدي إمام ولا جدي من الزيتون كذا، يا رجل تشفع لك الزيتون ولا يشفع لك تشفع لك إمام، ما يشفع لك الرب سبحانه وتعالى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والقرآن أن تواصلت معه كما يجب أن يكون التواصل معك. لن تعلم فنعود إن شاء الله.